أستاذ أنور الغربي عن المبادرة السويسرية لدعم الديمقراطية في تونس وبوصفكم ناشطا حقوقيا دوليا، تحويل الملفات السياسية إلى ملفات أمنية ألا يقوي موقف جبهة الخلاص الوطني التي تظاهرت البارحة وكان موقفها صادحا بحسب ما عبر عنه على الأقل جوهر مبارك عندما قال إن سقوط الانقلاب بالنسبة لجبهة الخلاص يعني سقوط السعيد، وحتى موقف الدكتور المصطفى المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية وكان بيننا منذ أيام؟ هذا طبعا أكده تقريبا كل القيادات المسؤولين السياسيين التاريخيين والمناضلين كلهم تقريبا، لو ناخذ حتى رؤساء الحكومات السابقين الأستاذ حمادي الجبالي، الأستاذ علي العريض، الحكومات الترويكا، حتى الدكتور مصطفى بن جعفر تحدث مؤخرا، أيضا الأستاذ نجيب الشابي، كلهم بدون أي استثناء أكدوا على هذه المعاني. النهج الذي يسير فيه اليوم قيس سعيد هو نهج هجين غريب لا أصل له، لا نجد له أسس، هو تائه ضائع، ربما يذكرنا أكثر بما يحدث في مع سلطة المرشد في إيران، أنا كتبتها في أكثر من مناسبة، مع يعني تقريبا ذكرت أن المنحة الذي يسير فيه السيد قيس سعيد هذه الأيام هو للحصول على أكثر من سلطات المرشد. نذكر فقط في نقاط سريعة للمشاهد حتى يعني نقرب الصورة، عند المرشد هو القائد العام للقوات المسلحة، وهو الذي يقوم بالإعلان على الحرب وتعيين وعزل نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، وهو ما يفعله قيس سعيد هذه الأيام، هو رئيس السلطة القضائية، هو رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، هو القائد الأعلى لقوات الحرس الثوري، هو الأخطر من هذا أنه لا يجوز الاعتراض بنص الدستور الإيراني، لا يجوز الاعتراض على قرارات المرشد، وأنه ذلك يعتبر نوع من الرد على الفقهاء كالرد على الله. وربما أستاذ أنور هذا ما جعل ربما منظمة العفو الدولية منذ أيام فقط تكتب عن ظل الدكتاتورية أو ظلال الدكتاتورية. هذا صحيح. أيضا أريد أن أضيف جزئية ربما أذكرها هنا، هي مسألة متعلقة بصلاحيات المرشد، وهي أنه لديه أكثر من 2000 على ما أعتقد 2000 أو ما يزيد من ممثليه ينتشرون في الوزارات وفي مؤسسات الدولة والمراكز الثقافية، وهذا بنص القانون، وهذا ما نراه اليوم مع قيس سعيد من خلال تعيينه لرجاله من مفسريه يعني في الولايات في المحافظات في المعتمديات وغيرها. وبالتالي مقارنة بسيطة جدا للناس حتى يفهموا الوضع الذي نحن فيه، نحن اليوم بعيدين جدا عن منطق الدولة وعن ما نعرفه من أسس الديمقراطية، من يعني حكم القانون، من العدالة. كيف نرى اليوم يعني احنا بالامس صارت انتخابات في فرنسا وخرجت يعني اغلبيه نسبيه لرئيس الدوله ماكرون، فهل سيعفي معناها هل ينقلب على الدستور؟ هل سيحل البرلمان؟ طبعا لا، ولكن نحن في نظامنا في السلطه الحاليه في تونس تسير بلا اي كوابح، بلاش فرينوات بالتونسي، وهذا الخطير. وهذا يعني أنا أذكر منذ فترة على قناتكم المحترمة تحدثت وقلت بأنه برلمان جنيف سيعلن يعني على اعتبار ما حدث في تونس أنه دكتاتورية، وأنه عفوا أنه انقلاب، وأنه خط دكتاتوري، وأنه يمثل خطورة على الاستقرار. التصويت سيتم بعد يومين، يعني يوم الأربعاء سيتم التصويت، رؤساء الكتل كلهم صوتين لفائدة هذا القرار، ونحن نعرف ونعلنها ليس تحديا ولكن معرفتنا بالسياسة السويسرية كيف تدار وبالبرلمان جنيف أنه هذا القرار سيمر بأغلبية ساحقة وبدون أي اعتراضات كبرى لي، ربما بعض اليمين المتطرف مثل ما حصل في فرنسا مع مارين لوبان حزبها الذي دعم قيس سعيد، ولكن تبقى هامشية ولا وزن لها. نعم.
الدولية سيصوتون لهذا، ولم نقول برلمان جنيف، نقول المنظمات الدولية، نقول الجهة التشريعية في جنيف، وأيضا نقول تأثيراتها على مجمل المؤسسات الموجودة في جنيف كواجهة دولية للعالم. وبالتالي هذا الكلام عندما يقول برلمان جنيف ليس من باب الطرف الفكري، ليس من باب والله جالسين ما وجدوا مواضيع يحكوا فيها فتعرضوا للملف التونسي. طبعا لا، هم من شهر فيفري جلسات ونقاشات واستماع ودراسة ورقات، ومنها يعني عرض ملفات نعم. هذه على القضاء العسكري وغيرها من الملفات، وصلوا لقناعة ولنتيجة حتمية لكل الكتل الممثلة سواء في الحكومة أو في المعارضة بأن ما حصل هو انقلاب، وما حصل هو يمثل خطر على الاستقرار في المنطقة بمجملها.